ما حكم من استمنى في نهار رمضان؟ يبطل صيامه يأثم، معصية، هذا معصية وحرام، يأثم عليه ويبطل صيامه. نعم. من كان متزوجا من امرأة كتابية هل ينطبق عليها في المحبة والولاء والبراء ما ينطبق على الكفار؟ محبة زوجية يا أخي، ما هي محبة دينية، تحبها محبة زوجية طبيعية، لا محبة دين، ما تحبها لأجل دينها، وإنما تحبها لأنها زوجتك فقط، ولو طلقتها راحت المحبة، ما المحبة الدينية فلا تزول وأبدا تبقى. نعم.